السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ياريت تعمل لايك حالا، واللي بيتابعنا لأول مرة ياريت يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. كل واحد بيعمل لايك ياريت يكتب رقم اللايك في كومنت. يعني عايز طبعا كل تأكيد أهني النادي الأهلي ومجلس إدارته على العرس الانتخابي اللي كان فخر لكل مصري مش بس أهلاوي، على الرغم أن بعض المنافسين من جمهور المنافس جايبين لقطات وبيحاولوا يشوهوا المنظر الرائع. يعني انا دائما وابدا بحب اجيب كل الحقائق، اي لقطه اي حد يتكلم فيها ما عنديش مانع، لكن عشان افندها وتحط ده جنب ده يعني انت مش هيبقى لك وجود ولا ذكر. يعني النهارده زي ما بقول تنظيم منتهى الاحترام، يعني كل شيء حتى الدعم بمنتهى الحب والاحترام. وهاجي عند موضوع الدعم ده وهنتوقف عنده شوية، يعني لقطة عادية في الزحمة، حد بيحتك بحد، حد موجود، فواحد بيزق واحد، الحق، هل الإعلام هيتكلم عن الخناقة وضرب أمام على مرأة ومسمع سيف زاهر وحسام غالي والجرحي وشعر الغزاوي يا راجل ده كان في ضرب نار، يا راجل ده أحمد سليمان اتمنع من دخول ببلطجية، يا راجل ده أيام الراجل الطيب اللي كان بيقف لكم على باب النادي وبيتحدى مرتضى منصور كان لؤي، فاكرين؟ بتقول لي ده راجل ده مفيش وضع من الزحام من الكلام، احتكاك عادي ايا كانت سم، لكن مفيش حد تطاول على حد ولا حد ضرب حد، ولا شفنا بنيات ولا شفنا اقلام ولا شفنا ومفيش الكلام ده يا حبيب اخوك. يعني اتلهى على عينك يا بابا، اتلهى على عينك. بالنسبه زي ما قلت لحضراتكم انتخابات النادي الاهلي واكتساح قائمه الكابتن محمود الخطيب، دائما وابدا انا بقول ان الكابتن محمود الخطيب بيرجح اي كفه، اللي مع الكابتن محمود الخطيب دايما كسبان، صرف النظر عن اسمك محدش يعرفك او انت موجود مع نجم مع حد بيقدر يجذب ليك يحط عليك السبوت، الكابتن محمود الخطيب. وبهني تاني وتالت وعاشر اكتساح قائمة الكابتن محمود الخطيب عشان يعملوا بانسجام لمدة 4 سنوات قادمة. بس اوعى فوز النادي الكابتن محمود الخطيب انتخابات النادي الاهلي المشرفة النهاردة تنسيك ان النهاردة 27 نوفمبر بيمر عام كامل، عيد ميلاد او السنة الاولى، اول سنة او سنة اولى قادية ممكن. واوعى انتخابات تنسيك هدف ولدنا قفشة ومستر اسيست والقضية ممكن. وعايز اقول اربط بين القضية ممكن بتاعت قفشه والكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الاهلي، عمل قضية اخرى بس بشكل اخر، يعني هو في الملعب كابتن محمود قضية، خارج الملعب قضية لكل من تسول نفسه او يعتقد انه اشترى النادي الاهلي بفلوسه. محدش يقدر، محدش يقدر، انت تبقى راجل عبيط، تبقى راجل اهبل. ضربة قاضية لكل من يحاول تخريب النادي الأهلي، تبقى راجل عبيط. ضربة قاضية لكل من يظن أن هناك سند أكبر من سند النادي الأهلي وجمهوره وأعضائه والنادي الأهلي بتاريخه، إرث كبير. فكل من النهاردة تخلى عن مبادئ النادي الأهلي اقدر اقول له ان انت كنت ساند على حيطه مايله يا مايل. فقاضيه للكابتن محمود الخطيب، قاضيه لكل من طال عمره وشاهد الكابتن محمود الخطيب بيعزف الحان ونغمات وبيضرب برضه قضيات ممكنه، والقضيات جايه مش قاضيه واحده لسه. ده بالنسبه المنظر المشرف. بقى انا انتقدت رامي علواني كتير وكنت سعيد، وبالفعل سعيد انها ابتعدت عن قائمه الكابتن محمود الخطيب وخرجت من قائمه، وكان الكابتن محمود الخطيب اختياراته موفقه. وزي ما انتقدتها لما تجاوزت في حق بعض جماهير النادي الاهلي، لازم اديها حقها في انتخابات النادي الاهلي النهارده. وده اللي بيقول لك الاهلي فوق الجميع. بعض الناس المحترمه، طبعا انا كل الناس لها كل التقدير والاحترام، انا اتكلم عن مواقف
انا عمري ما اتكلم عن حياه شخصيه او شخص او اقيم شخص، عمري مش بتاعتي، لكن اقيم تصرف، اقيم فعل، اقيم رد فعل، رايي ووجهه نظري، لكن ابدي رايي في شخص انسان مش بتاعتي. فرانيا علواني كان ليها اعتراضات كثيره على تصرفاتها وعلى اسلوبها، لكن الاعتراض مش على شخص، اعتراض تاني على موقف، على تصرف. والنهارده لازم اشيد بيها على موقف وعلى تصرف، لان انا مفيش بيني وبين ولا بيني وبين اي حد حاجه عدائيه او حاجه شخصيه. النهارده خلال انتخابات النادي الاهلي كانت رافعه صوره مي عاطف البديل اللي تم اختيارها، خرجت هي من القايمه ودخلت مي عاطف لقايمه الكابتن محمود الخطيب، كانت واقفه وبتساند، وده ان ده اللي بيدل على المعنى الحقيقي عند بعض الناس اللي بتخش انتخابات النادي الاهلي، والله خدمه النادي الاهلي وان الاهلي فوق الجميع. انا مش راجل المرحله او المرحله دي مش بتاعتي، يبقى ساند رجل المرحله او اللي المرحله اللي جايه دي بتاعته علشان اسم النادي الاهلي مش عشان اشخاص يعني. فموقف كان لابد من الاشاده بيه وان احنا نقف عنده يعني. عمر ربيع ياسين لازم نشيد بيه، راجل ما كانش ليه حسابات، راجل ما كانش جاي حد زقه، راجل ما كان جاي حابب يخدم، وكان داخل مستقل، وللاسف تاني حظه المش لطيف ان هو داخل في قايمه، داخل ضد قايمه بيقودها الكابتن محمود الخطيب. هو ادى جيم محترم وكان كويس، وغدر طبعا حزن، علامات حزن وبكاء كده الى حد ما شويه بعد معرفته بالنتيجه، لكن نتمنى له التوفيق في عمله في مجال الاعلام ان شاء الله يعني. بالنسبه للنهارده كان في مباراه للفريق اللي بيلعب فيه الكابتن احمد ياسر ريان امام فريق بشاك شهير التركي، واحمد ياسر ريان تعرض لاصابه وخرج في الدقيقه 94 محمولا على نقاله خارج الملعب، انتقل على المستشفى. ومصطفى محمد اللاعب المعار، لاعب نزل المعار من نادي جلاتا سراي، زار وكان موجود في عام المستشفى، ونشر مصطفى محمد صوره ليه على صفحته على انستجرام برفقه احمد ياسر ريان، وعلق عليها سلامتك يا حبيبي. عايز اقف عند كلمتين قالهم نادر السيد، يقول لك ان انا يعني لو رجع بيا الزمان تاني مش هروح للنادي الاهلي او مش هلعب النادي الاهلي، لان انا زملكاوي وقضيت معظم حياتي كلها في نادي الزمالك، وانا رحت لاسباب كنت عايز العب بطوله افريقيا. فانا عايز اقول له يا نادر يا سيد، اولا انا ما يشرفنيش ان انت ارتديت تيشيرت النادي الاهلي في يوم من الايام، وده حقيقه والله مش بقول عشان ردا عليك، وكنت في قمه الغضب والزعل. انا لو كنت موجود في هذا التوقيت عمري ما كنت اشوفك بعد اعتزالك اكرمك واطلعك على شاشه النادي الاهلي، شاشه قناه النادي الاهلي، تقدم برامج سوداويات تحليليه او تقدم برنامج على قناه، وما اعرفش ازاي يعني. وهنا التصرفات امثال او الاراء اللي بيقولها او المواقف اللي بتحصل ده يخليك كده ان مهما انت كنت كريم، الاهم من انك تكون كريم انك تختار من تحسن اليه او من تكرمه، ده الاهم. مش شرط انا ماشي اوزع كرم على الناس، لا، لازم اختار مين اللي اكون كريم معاه، مين اللي يقدر يقدر الموقف اللي انا هعمله ده. يعني امثله، وللاسف معظم الزملكاويه اللي بيقول هم كده يعني، تيجي تبص الله انا مش عارف يعني. رضا عبد العال شوف تصرفاته مع النادي الاهلي عامله ازاي. النادي الاهلي اداله تاريخ القاب، لو قعد طول عمره فلازم يحقق الالقاب دي، تاريخ القاب فلوس وكل حاجه. نادر السيد بعد ما الزمالك مشاه ورجع من راح المصري بتاع النادي الاهلي وشغاله في قناه النادي الاهلي، طلع يتكلم ازاي؟ اللاعب طارق السعيد اللي راح عمره وفي حياته وكان هيروح كاس العالم للانديه، راح مع النادي الاهلي وبطولات عمره كان ياخدها نزل، ومع ذلك طلع برضه نفس فكره هذا وغيره وغيره. محمد صديق لعب شويه في نادي الزمالك يعني مقاولين الزمالك، وبعدين بعض اللعيبه تاني وتالت خليك لازم تقف وتقول اختار من تكرم اليه، مش مجرد ان الناس يقول لك كريم، لا، في واحد يقدر يقدر اللي انت عملته معاه، وواحد زي ما بيقولوا اذا اكرمت التمرد يعني. كلام كتير بخصوص اعتراف لجنه الحكام برئاسه عصام عبد الفتاح بخطا الحكم محمد معروف في مباراه الزمالك، ويستفيد بيه يا نادم يعني مباراه الزمالك وسيراميكا وضربه الجزاء، وكلام على ان محمد الحنفي كان في غرفة الفار كلم محمد معروف قال له في ضرب جزاء، لكن محمد معروف رفض انه يروح للفار وتمسك بقرار مش عارف الحكام اللي بتتمسك وترفض دي تروح تبص على الفار. يا اخي حقق العداله للناس، مهما كنت انت صح روح تاكد من قرارك صح ولا مش صح، لكن هنا هم هيدوك نشان يعني. اصلا انا والله اصل بقى شو هو عمل كده، لاني شفت بعض الناس والله انا معجب بالحكم اللي ما بيروحش للفار وتمسك بقرار وعنده ثقه
في قرار. لا يا سيدي، الفار مش معمول لزها، الفار معمول لمحاولة الوصول إلى تحقيق العدالة يا فندي. فكلام بقى بيدير بيدار أو داير داخل لجنة أروقة لجنة الحكام، إن ممكن تتم معاقبة محمود معروف. عاقبته بإيه بقى؟ نبلي بيه أندية تانية ونبعده عن نادي الزمالك شوية، نبعده عن نادي الزمالك، لكن ممكن نوديه في نادي تاني. الشبكات حصلت في مباراة المقاولين والبنك الأهلي، المباراة انتهت فوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، والنادي البنك الأهلي تقدم وتعادل بعد كده ضرب جزاء النادي المقاولين، وبعد كده تقدم البنك الأهلي. حصلت مشادة، كلام من على دكة بدلاء المقاولين العرب، لفظ خرج من أحد اللاعبين على الدكة، تحول المشهد إلى مشهد سيء جدا. بنتفرج على خناقة شوارع، يعني شيء غير جيد. يعني نتمنى معاقبة كل إنسان شوه المنظر الجميل للدوري المصري بتصرفات مشينة. منتخب مصر هيسافر بكرة إن شاء الله الساعة 7 لقطر علشان يبدأ مشاركته أو استعداد المشاركة في بطولة كأس العربي اللي هتبدأ يوم 30 من الشهر الجاري حتى يوم 1 يوم 31 حتى يوم 18 آسف الشهر القادم، يعني 18 يوم تقريبا. مباريات النادي الأهلي كانت مباريات منتخب مصر، النادي الأهلي هناخد أجازة شوية. مصر ولبنان يوم 1 ديسمبر يوم الأربعاء، بعد كده مصر والسودان يوم السبت 4 ديسمبر، مصر والجزائر طبعا كل منتخب محليين الجزائر يوم 7 ديسمبر الساعة 9، مباراتنا مع السودان الساعة 6، مباراتنا مع لبنان الأولى الساعة 3 عصرا. يعني عايز اتكلم عن اللي حصل في نادي الزمالك وسيراميكا بعيدا عن التحكيم، كارثه وانا مش لاقي لها حل. يعني رغم ان الناس بتاخد لقاحات كورونا الا ان البعض بيصاب بفيروس كورونا. امبارح في مباراه سيراميكا والزمالك لاعب نادي الزمالك امام عاشور شارك في المباراه وخالط اللاعبين يعني. وبعد المباراه ما انتهت هو اساسا ما بداش المباراه ليه؟ قال لك كان عنده احساس بالارهاق. بعد المباراه انتهت عمل فحص كورونا اثبت ايجابيه، النهارده اتعملت ايجابيه يعني معنى كده ان اللاعب امام عاشور شارك في المباراه وهو مصاب بفيروس كورونا تاني وتالت وعاشر. انا اتكلمت في الموضوع ده من شهر فات وقلت اتمنى انهم يلاقوا حل، مش معنى ان انا خدت المصل ان انا اسيب، لا ممكن لسه اتصاب. نتمنى السلامه لكل لاعبي الزمالك وكل لاعبي السيراميكا اللي شاركوا في المباراه في وجود امام عاشور بالامس، لكن شيء ممكن يسبب كوارث لو لم يتم ايجاد له حل. يعني ان انت تعتمد بس على ان اللاعب خد الجرعه لا، الجرعه الناس كلها بتتكلم، دكاتره اطباء، لكن انت بتاخد الجرعه الاجسام المضاده بتفضل كويسه في جسمك لمده 6 شهور، بعد 6 شهور الاجسام المضاده بتنزل وبترجع تاني المناعه او الاجسام المضاده بتختفي وتبقى زيك زي، فبيديك جرعه معززه، جرعه ثالثه علشان يرفع تاني الاجسام المضاده. طب خلال الفتره دي بقى الاجسام المضاده نزلت وممكن الواحد يتعرض لاصابه سبب في الكورونا او يجيله كورونا ويشترك مع الناس، ايه الحل؟ لازم تلاقي لي حل علشان ما نصحاش على كارثه داخل بمناسبه الازمات. طبعا مصر طلعت قرار، مجموعه من الدول منها اللي ظهر فيها المتحور كورونا، منها من جنوب افريقيا تحور كورونا الجديد اللي اسمه نيو ولا اسمه اون ولا مش عارف اسمه ايه، سموه زي ما انتوا عايز تسموه، سموه عماده يعني عادي مش مشكله يعني. ربنا يعافينا ويحفظكم ويحفظنا ان شاء الله يعني. فمنعت عملت بعض الاجراءات كده خصوصا على جنوب افريقيا، معلش يا موز بقى مفيش اجازات، ريح بقى معانا هنا شويه. بالنسبه ل عايز اتكلم عن عمرو اديب. عمرو اديب شفنا امبارح افتتاح طريق الكباش والاقصر والكلام ده كله بمناسبه الوطنيه يا عموره، اللي انت اتهمت النادي الاهلي بسبب تهنئه ابو تريكه وازاي واحد وقعدت تتكلم وارهاب عموره، انت فين من الاحتفاليه اللي اتعملت؟ الاحتفاليه المبهره ها؟ ولا عشان انت رحت غطيت احتفاليه البوليفارد ولا بتاعه الهيئه العامه للترفيه اسمها ايه؟ سموها ايه؟ موسم الرياض، فتعارض مع موسم الرياض مع الاحتفاليه، فالناس هيزعلوا منك بتوع القناه اللي شغال فيها، فين الوطنيه يا عموره؟ محدش ما جابش سيره اللي بتاع ولا اداها حقها زي ما ادى حق يا حبيبي يا حبيبي ده انا غالي ياما، خلصت النفس ياما عادل ادهم. بالنسبه لايطاليا بتقع في طريق البرتغال، هنشوف للاسف مش المنتخبين، منتخب واحد من الاثنين في كاس العالم، طبعا في 12 منتخب في الملحق بتاع اوروبا اللي هيروحوا كاس العالم في 3 منتخبات،
الاتحاد الاوروبي قسمهم لاربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق هيلعبوا، بس ياخدوا من الاربع فرقتين فرقه هتلاعب فرقه مباراه واحده، والكسبان يعني اربع مجموعات هيبقى فيها مباراتين، اسمهم فرقتين هيلعبوا بعض، كسبان منهم هيلعب مباراه ذهاب وعوده مع الفرقه الثانيه الكسبان. البرتغال هتلاعب تركيا، وايطاليا هتلاعب مقدونيا، لو فازت ايطاليا على مقدونيا والبرتغال لو فازت على تركيا هيقابلوا بعض، هيحصل صدام واحده بس اللي هتروح كاس العالم للاسف، وفرقه تانية هتلعب. الدرديري خلينا نضحك شويه، يعني عمرو الدرديري بيتكلم عن بطوله كاس العرب، الاخ عمرو الدرديري شايف ان وجود شيكابالا في بطوله كاس العرب هيزيد بطوله كاس العرب قوه، شيكابالا هيزيد بطوله كاس العرب، شيكابالا اللي ما بيلعبش، شيكابالا اللي هيزيد بطوله كاس العرب بقوه. يعني والله كنا عاوزين نودي منتخب الشباب، وما كانش عندنا مانع انه كان يروح يلعب مع منتخب الشباب في البطوله يا عموره. دي حاجة. عمرو الدرديري بيقول كمان ده هيبقى تعويض لشيكابالا عن الإيقاف، وعوضه ليه يا حبيبي؟ واحد غلط وبيتعاقب، أديله تعويض يا أخي، ده أنتوا عايزين اعتذار رسمي بقى، وكل اللي يروح للمصريين يوقعوا عريضة اعتذار، اعتذار ليه؟ أنا عمري ما شفت كده يعني. الدنيا حصل فيها إيه؟ نهاية. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.